السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. أهلا يا باشمهندس أحمد. هو الشباب لسه ما دخلوش؟ هو ميعادنا إن شاء الله يا دكتور على الساعة 8 كده. بإذن الرحمن. هبعت لهم بس عشان يدخلوا. معانا تمام. سبعة الباشمهندسين سبعة. تمام. معانا دلوقتي باشمهندس عمر وباشمهندس حسام، هم من الشباب بتوع المشروع. فباشمهندس أحمد بعد إذنك هم ممكن يبقوا كوهوست. تمام، ماشي حضرتك يا دكتور. تمام كده يا دكتور. في عمر أبو النجا. عمر أبو النجا معانا برضه. تمام يا دكتور. في حد تاني حضرتك؟ ثانية واحدة كده أشوف حد داخل تاني من شباب المشروع ولا خلص. لحظة واحدة. ماشي اتفضلي.
باشمهندس عمر ابو النجا، حضرتك انت عامل ريز هاند، في اي سؤال عندك ولا اي حاجه؟ لا لا، انا كنت بقى اعملها علشان تخليني هوصي يعني، بس خلاص انا تمام هوصي، انا نزلت هوصي. تمام ماشي. معنا برضو باشمهندس عبد الرحمن مصطفى برضو هيكلمه، وفاضل بس باشمهندس واحد كمان أحمد كمال. باشمهندس احمد مين يا دكتور؟ في احمد كمان بس معرفش هو دخل ولا لسه. هو في تقريبا بس لسه ما... باشمهندس معتز ايهاب بس لسه برضو ما دخلش. تمام، اول ما يدخل حضرتك اعمل كول هوست.
مهندس معتز كمان معانا اهوت. تمام يا دكتور. معتز باشمهندس معتز إيهاب. أيوة يا دكتور. منورنا. ده نورك يا دكتور، ربنا يخليك. قائد المجموعة، قائد المجموعة المتميز دايما. ربنا يخليك يا دكتور. إن شاء الله يعني الشباب يشرحوا المشروع على أكمل وجه، إحنا هنقدمهم وبرضو يعني الفضل ربنا ويرجع لك على مساندتهم ومساعدتهم في الشغل دوت علشان يطلع بالقوة دي. ونتمنى ان دي تبقى بداية المشوار مع مشاريع التخرج والمشاريع بعد كده، عشان نحس الشباب ان هما يشتغلوا بنفس الكيفية وبأقوى كده، نحسن كمان ان شاء الله في الفترة اللي جاية، سواء بقى على المستوى المدني المعماري كل ان شاء الله يعني على كل المجالات الهندسية المختلفة إن شاء الله. إن شاء الله نفضل لنا كده 3 دقايق إن شاء الله نبتدي نعرف الشباب، وباشمهندس عمر سليم معانا برضو هيحتفل بيهم. معنا باشمهندس عمر وباشمهندس حسام ومين تاني؟ مين من الجروب؟ عبد الرحمن. كده تمام. اتفضل يا دكتور، ممكن حضرتك تبدأ المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس منتظرة العدد يزيد شوية، لسه
بس هنعتبر برضو المحاضرة مسجلة وإن شاء الله على اليوتيوب، يعني الاستفادة هتكون على نطاق واسع بإذن الله. وأنا يعني هعرف الباشمهندسين وهسيب باشمهندس معتز برضو يتكلم عنهم شوية، لأن هو خد وقت معاهم في الشغل كبير، واسيب لهم هم الفرصة إن هم يتكلموا. طبعا الشباب دول عاملين مشروع كويس جدا، بي اي ام، مبنى متكامل في كومباوند سكني في العاصمة الإدارية الجديدة. اشتغلوا عليه بكل التفاصيل، طبعا هو على المستوى الإنشائي، وقدرنا الحمد لله ان باشمهندس برضو معتز بمساعدته ان هو يجيب المعماري والام اي بي علشان يقدروا ان هم يعملوا كوردينيشن مع كل الشغل دوت ويطلع بالمستوى المطلوب او كمشروع فعلا مقام فعليا، وابتدى ان هم يطلعوا اخطاء المشروع ويرسلوا الشركة، وهم هيحكوا لنا الحكاية بالتفصيل اكتر. وهسيب الهاند مع باشمهندس معتز برضو يتكلم عن الشباب وكل حد قدم ايه من الشباب ده، اللي اشتغل يتقال، اللي ما اشتغلش حضرتك عارف برضو يا باشمهندس اعترف عليه على طول. لا لا، الشباب كلهم جمال وكلهم اشتغلوا ما شاء الله عليهم يعني. طيب ادينا تقديم عن المشروع كده برضو. طيب في البداية أحب أعرف نفسي، أنا معتز إيهاب، معيد بقسم هندسة وإدارة التشييد بجامعة فارس. في الجامعة بصراحة كان الاهتمام بالبيم بقاله حوالي 3 أو 4 سنين، بدأنا نهتم إن إحنا ندرسه للطلبة من أول سنة. يمكن الطلبة اللي معانا النهاردة واللي عاملين مشروع التخرج اتعرفوا بالبيم وتطبيقاته من يمكن السنة الأولى في مادة الأوتوكاد، بدأنا ندخل لهم فيها. غير كده أنا يعني بمنحة من الجامعة سافرت السويد للجامعة الملكية السويدية، هم هناك بيدرسوا البيم بقالهم فترة كبيرة جدا كمواد أساسية، فعرفنا النظام عن طريق قعدت هناك لمدة 1.5 شهر، قدرت أعرف إزاي هم بيدرسوا البيم، إزاي تطبيقاته، إزاي بيوصلوه للطلبة، وحاولنا ان احنا نطبقه عندنا. وفعلا من ساعه ما رجعت من هناك دخل البيم كمادتين عندنا، ماده بيم 1 وبيم 2 كمواد اساسيه، هي electives يعني الطلبه تقدر تختارها او لا. بس في الحقيقه من ساعه ما اتفتحت وهم شغالين كل ترم ان هم الطلبه حابه ان هي تعرف الجديد وحابه ان هي تختار المواد دي ان هي تدرسها يعني. وبالتالي بعد أول دفعة مدرستها بدأنا السنة دي، كانت أول سنة مع إدارة الجامعة حاولنا إن إحنا نفتح مشروع تخرج جديد، يمكن أول مرة يتفتح في جميع كليات الهندسة يعني على حد علمي، اللي هو مشروع تخرج خاص بالبيلدينج انفورميشن موديلينج، إن إحنا ناخد الطلبة ونبدأ يطبقوا فيه اللي أخدوه في المادتين، مع طبعاً معلومات زيادة هم يقدروا يوصلوا لها عن طريق السيلف ليرنينج وعن طريق الحاجات اللي احنا بنديها لهم البسيطة، وهم يزودوا معلوماتهم وتطبيقاتهم في البرامج المختلفة والسيستم كله. تعرفنا عن الأكواد، بدأوا يشتغلوا بالأكواد، بدأوا يعملوا بيم اكسكيوشن بلان اي اي ار، بدأوا يتعرضوا لكل الدوكيومنتيشن حتى بتاعة البيم، مش مجرد برامج بس. والسنة دي الحمد لله حققنا ده عن طريق مشروعين. مشروع الأول طبعاً الطلبة هتشرح أكتر، فأنا هقول نبذة سريعة، كان دخل يعني أخذنا البيم من أول مرحلة التصميم، من أول خالص البلانينج والتصميم إلى ما لا نهاية. وعملنا مشروع تاني كمان في الترم التاني، يعني الترم الأول والترم التاني عملنا مشروع أكبر شوية، يمكن بدأوا فيه بقى بتطبيق كل الورقيات بتاعت البيم وكل الموضوع الإداري، وكمان طبقوا عليه في برامج كتير وطبقوا بروجرامينج. يمكن بقى هم هيشرحوا طبعا بالتفصيل اكتر شغلهم. في البداية والنهاية انا احب طبعا اشكرهم على مجهودهم، يعني المشروع ما كانش هيطلع بالشكل ده. بالمناسبة احنا نشرنا ورقة بحثية في مؤتمر جامعة طنطا، مؤتمر دولي، نشرنا ورقة بحثية من المشروع بتاعنا، والطلبة ما شاء الله عليهم اخذنا كمان بالمشروع ده مركز ثالث في مسابقة بيرلا كربون للسستينابيليتي.
فحققنا مكاسب كتير جدا 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 عن طريق المشروع، والطلبة أعتقد إن هم استفادوا كتير جدا جدا يعني. والمجهود طبعا في الأول وفي الآخر يرجع لهم بعد طبعا توفيق ربنا، وبالإشراف طبعا مع أساتذتنا أستاذ دكتور حمدي عفيفي رئيس القسم، وطبعا دكتورة شيماء عاشور، دكتورة نعيمة، دكتورة مي عبده كانت برضو مشاركة معانا، وإحنا نيجي بعدهم أكيد يعني. أنا حابب بقى إن أنا أسيب الكلام بقى للطلبة هم يشرحوا هم وصلوا للمنتج الأخير الجميل اللي وصلوا له ده إزاي ومشوا فيه إزاي. وشكرا. شكرا يا باشمهندس، ده تقديمه جميله جدا، واكيد كده الشباب يعني حماس اهوت، يبداوا يا جماعه علشان الوقت، وعرفوا نفسكم طبعا الاول. مساء الخير، معاكم باشمهندس عمر محمود ابو النجا. انا طالب بكالوريوس هندسه جامعه فاروس، كونستراكشن انجينيرنج اند مانجمنت ديبارتمنت. طبعا بحب اشكر دكاترتنا واساتذه المعيدين على الكلام الجميل دوت، وكويسين احنا كنا عند حسن ظنهم بجد، ومش هزايد على اللي هم قالوه يعني. في حاجه احنا باختصار زي ما باشمهندس معتز قال والدكتوره شيماء قالت، ان احنا مشروعنا كان بيتكلم على البيلدينج انفورميشن موديلنج از اوفر اول بروسيس بتطبق على الار سي ميجا بروجكتس اللي بتتم تطبيقها في اغلب المشاريع دلوقتي وصلت في مصر على اغلب المدن اللي بتطلع، زي مدينتي اللي طلعت قبل كده، ومدينه نور، وهكذا كذا مدينه بيتم تطبيقها، ومدينه العلمين الجديده طبعا، والمنصوره، والعاصمه الاداريه. احنا كانت اليونت بتاعتنا كانت اللوكيشن بتاعها هو بيبيني فعلا حاليا، كانت موجوده في نيو ادمنستريشن كابيتال سيتي، هو اسم المشروع ميت كوندو كومباوند. معاكم باشمهندس عمر محمود ابو النجا، معانا باشمهندس حازم، باشمهندس حسام عيد، باشمهندس احمد كمال، باشمهندس جرجس عزت، واحمد ماجد، وباشمهندس عبد الرحمن ابو سعد. بالنسبه للكونتنت اللي هنتكلم فيه النهارده، احنا هنتكلم كاوفرول على البروجكت انفورميشن اللي احنا طبقناها، الامبلوير انفورميشن ريكويرمنت اللي احنا عملناها، الاي اي ار اللي جاي بتبقى جايه من الاونر، والبيم اكسكيوشن بلان اللي بيتم تنفيذها في المشروع نفسه، بروجكت دوكيمنتس بتاعت الانفورميشن نفسها، الورك شيرنج بروسيس، 3 دي موديلنج، الشوب دروينج ديتيلز اللي بتطلع منه، ستراكشر ديتيلنج، ال 4 دي وال 5 دي دايمنشنز، الكلاش ديتكشنز، وال 4 دي و 5 دي سيميليشن فيديو اللي بيطلع من نافيس وورك، ال 6 دي which is mean sustainability والمينتيننس بروسيس اللي بيتم الاوبريتنج بتاعها على المبنى بعد كده. لما نيجي نتكلم عن البي اي ام بشكل عام، اي مكان بيخش مشروع بيهمه حاجه من ثلاثه، ان يعني المشروع بتاعه يوصل لاعلى كواليتي ممكنه ممكن نحصل عليها، ان التايم بتاعه يبقى اقل تايم ممكن يتم تنفيذ فيه مشروع، وفي نفس الوقت التكلفه تبقى قليله جدا بحيث انه يبدا يوفر على قد ما يقدر، لان في مرحله اوبريتنج بعد المبنى مش مرحله كونستراكشن بس. البيم بروسيس تقريبا بتمسك كل الثري فيلدز، من اول مرحله كونتراكتنج وديزاين في الاول خالص، ان احنا بنحاول ان احنا ما يحصلش اي ميسنج او لوسنج الانفورميشن اللي بتتم تداولها بين الديسيبلينز المختلفه، وان كل الديسيبلينز تبقى اوريدي شغاله ات ذا سيم تايم ويز نو لوسنج انفورميشن. مرورا بمرحله الكونستراكشن اللي بتنزل في الموقع بعد كده، اللي هيكلمها اكتر عننا باشمهندسين قدام، ان انا ببقى نازل الموقع اولموست زيرو كلاشز اللي ممكن يتم تنفيذها، فبالتالي انا بحاول ان انا اوفر ماتيريال على قد ما اقدر في الموقع بتاعي. مرورا بمرحله المانجمنت، برضو يهم المالك انه قبل ما يخش بعد مرحله التنفيذ، انه ما يهموش هيدفع قد ايه في التنفيذ بس، انا يهمني كمالك ان انا برضو اعرف المبنى بتاعي هي اوبريتنج بقد ايه، ده من ضمن احتياجات المالك انه يبقى عارفها. اغلب المشاكل اللي بتقابلنا في كميجر فوتس، بتوصل 60% من المشاكل ان انا الكوست والتايم بتاعي ما جاش از التارجت بتاعي، التارجت اللي انا محدده في البرامج بتاعتي، سواء برنامج البرامافيرا او اي برامج بيعمل تايم سكادولينج، ان انا ما امشيش مع التارجت بتاعي ويبقى في حصل اوفرلابنج بين التارجت والتايم وبين الكوست. في برضو مشاكل كتير تخص ري وورك، دي مشاكل مزعجه جدا في عمليه التنفيذ، ان انا ببقى نازل الموقع اوريدي في كلاشز بين ديسيبلينز، سواء ستراكشر مع الكتروميكانيكال، بلامينج مع اركتكتشر، ستراكشر مع اركتكتشر، في كميه فوتس بتحصل، وده بينتج عنها ريورك بتحصل بطريقه مزعجه، فبالتالي ده بتعمل مشاكل لمالك، انه بيبقى في اختلاف في السعر بعد كده في مرحله الريورك، ان انا ببني حاجه وارجع اهدها تاني، وده برضه هيكلمها اكتر عننا باشمهندس حسام قدام. الجزء الخاص بالمينتيننس، ان انا بيبقى عندي برضه زي ما قلت للمالك يهمه المشروع بتاعه هيكلفه قد ايه صيانات، وهيكلفه قد ايه عشان يعملوا اوبريتنج ونعملوا اداره شامله للمبنى بتاعه.
فكره البيم عندنا او تطبيق فكره البيم عامه بنلاحظ انه بيبقى فيه ايرورز. الايرورز اللي ممكن تحصل في الدوكيمنت اللي ممكن تحصل ان يبقى فيه لوسنج للانفورميشن بتبقى قليله جدا. ان انا بيبقى عندي زي ستاندرد كده او بيبقى عندي زي بلاتفورم كبيره بيبقى كل حاجه مرفوعه عليها وكلنا متجمعين عليها زي ما يتم شرحه قدام، فدي بتقلل اي كونفليكت ممكن تحصل بين اي ديسيبلينز وبين المين ديسيبلينز نفسه. وزي ما اتفقنا قبل كده انه بيحصل ريديوس ريورك بطريقه كبيره جدا. نفس الكلام بالتبعيه، هيقل التكلفه بالتبعيه، هتقل كميه المشاكل الديوريشن بتاع المبنى، فبالتبعيه هتقل المشاكل اللي ممكن تحصل والكليمز اللي ممكن يتعرض لها المالك والكونتراكتور والكونسلتنت. ده اختصار تيم بروكس بتاعنا. احنا اشتغلنا على جزء خاص بروك شيرنج، وبعد كده انتقلنا لل 3 دي از موديلنج، وبعد كده انتقلنا لل 4 دي وال 5 دي از استيميتنج وتايم سكادولنج، وبعد كده بدانا نشتغل اكتر على الانرجي اناليسز والسستينابيلتي، ان احنا نطلع نحاول ان احنا ناخد جزء من الكرايتيريا اللي بيتم تنفيذها في الواقع معانا في اعتباراتنا اثناء عمليه التحليل. وجزء الخاص بال 7 دي والاي او تي اللي هو الانترنت اوف ثينجينج خدناه على انه ريسيرش مش تطبيق عملي على المشروع بتاعنا. دي انفورميشن بسيطه على المشروع بتاعنا. احنا المشروع بتاعنا ميد كوندو، ميد تاون كوندو كومباوند. مساحته هو عباره عن، يعني هو مبنى تيبيكال في كومباوند كبير، كل مبنى عباره عن 2 يونتس جنب بعض، يعني تيبيكالز البعض بس مشتركين في البيزمنت. كل مبنى 1700، فبالتالي المسطح ككل باللاندسكيبنج كان 4500 متر مربع. مشتركين مبنى A ومبنى B بس مشتركين في الجزء الخاص بالبيزمنت. عملنا الاول حاجه اسمها الامبلوير او امبلوير انفورميشن ريكويرمنت اللي هي الاي اي ار. الاي اي ار دي باختصار بتبقى جايه من الجهه المالكه. الجهه المالكه بتبقى ليها متطلبات من للجهه التنفيذيه او لجهه الكونستراكشن او الكونتراكتورز، انها بيبقى ليها مثلا هل هتشتغل بسوفت وير بلاتفورم، ايه اللي هتشتغلوا بيه، ايه الفيرجن اللي هتشتغلوا بيها، ايه نوع الداتا اكستشينج اللي هتعمل اللي هيتم التعامل بيها، ازاي الفايلات هيتم تصديرها، ايه الجزء الخاص بالفايلات هيتم تصديره از اكستنشن ايه بالظبط. الليفل اوف الليفل انفورميشن او الليفل اوف ديفلوبمنت ده مهم جدا، لان مش شرط عشان المالك يعمل بيم يقول لك انا عايز اعمل بيم. طب انت البيم ده كبير، ما فيش حاجه اسمها ان انا طب انا ممكن اعمل لك 3 دي موديلنج وشكرا كده عملت لك بيم. فلازم تبقى يبقى سبيسيفايد انا عايز اعمل ايه في البيم. هل انا عايز اعمل 4 دي 5 دي بس، هل انا عايز اعمل 4 دي بس، هل انا عايز اعمل 3 دي موديلنج بس كجزء دعايه. يبقى انا مش محتاج الالود انفورميشن على الموديل بتاعي، لا ده انا محتاج اطلع منه لوح شوب دروينج وديتيلز اس بيلت. يبقى انا محتاج ان انا اطلع ليفل اوف ديفلوبمنت اعلى يوصل ل 400، ال او دي 400. ده بالتالي ان انا بيديني اولويه ان انا ابدا اطلع جزء خاص كبير باللوح اللي هيتم تنفيذها في الموقع. فهو على حسب، والله لا ده المالك عايز يوبريت المبنى، فانا يبقى انا كده بشتغل في جزء خاص بال 7 دايمنشن وال 6 دي وال 7 دي دايمنشنز. فعلى حسب المالك عايز ايه انا ببدا ان انا احط اللي هي البي اكس بي بتاعتي بقى، البيم اكسكيوشن بلان اللي انا هيتم تنفيذها. البيم اكسكيوشن بلان اللي هيتم تنفيذها على ارض الواقع اللي هتبقى زي العقد كده او الترابط بيني وبين المالك. ودي احنا بالفعل عملناها ومتقدمه في الكتاب بتاع المشروع. وده جزء بسيط منها، ان احنا بنبقى متفقين احنا كبيننا وبين تيمز ومع باشمهندس معتز ودكتوره شيماء، ان احنا يعني النيمينج فايلز اللي على حسب الكود بتاعه علشان ما يبقاش فيه اي ميسنج انفورميشن. الديسيبلينز الاختصارات بتاع الديسيبلينز متفقين عليها من الاول. اختصارات بتاعه الفايلات، هل هو سنتر فايل، هل هو لوكال فايل، هل هو شوب دروينج ديتيلز. برضو الابريفيشن بتاع الفايلات بتاعه اللي هيتم تداولها بيننا وبين بعضنا. الجزء الخاص بالفاميليز، هل هو الاستراكشر كولوم، النيمنج بتاعنا C1 C2 C3. بعد كده البيمز برضو نفس الكلام. الجزء الخاص بالتاجز متفقين عليه. الجزء الخاص بالليفلز، الجزء الخاص بالفوتنج والبيم تاجز، ده كل ده بيتم الاتفاق عليه مع الباشمهندسين في البي اكس بي. ودي اللي بيتم زي ريفرنس كده بنرجع كلنا ليه عشان نكريت حاجه بنرجع كلنا ليه على طول. برضو كان عندنا زي انفورميشن كده عشان يبقى فيه كوميونيكيتنج كويس او بشكل اعلى، بان احنا بنبقى عاملين زي ديفاين ستيك هولدرز كده، كل المشتركين في المشروع بيبقى بنحط الميلز بتاعتهم والفونز علشان يبقى فيه والرولز طبعا بتاعته علشان يبقى فيه سهوله تواصل بين كل شخص والتاني. ومعانا باشمهندس عبد الرحمن ابو سعده هيبدا يكلمنا اكتر على ديفاين رولز وعلى الورك شيرنج بروسيس اللي احنا حاولنا نطبقها في المشروع بتاعنا. اتفضل يا باشمهندس عبد الرحمن. مساء الخير، معاكم باشمهندس عبد الرحمن مصطفى. طبعا هكمل على كلام زميلي وهتكلم على الديفاين رولز. دلوقتي اي مشروع في الدنيا بيكون عباره عن مجموعه من الفايلز، واحنا هنا بنحدد كل الفايلز بتاعت المشروع، مين المسؤول ان هو يبعتها او مين المسؤول ان هو يستلمها،
والميعاد او التاريخ بتاع التسليم والاستلام ونوع الفايلز ايه والصيغه بتاعته وكل الايه وكل التفاصيل ديت. زي مثلا عندنا اللي هو ال 4D simulation and 5D برضو هنا عارفين اللي هو الفايل سندر مين هو اللي هو الاي ار سي تيم ليدر والفايل ريسيفر ده بيبقى البي اي ام كوردينيتور تمام. السندنج داتا ديت برضو بيبقى التاريخ بتاع اللي بعت فيه الفايل الموديل بتاع الفايل وهكذا بيبقى عندنا كل التفاصيل بتاعت الايه بتاعت الـ بتاعت كل انفورميشن اكستشينج موجوده. هنيجي نتكلم على الورك شيرنج. طبعا الورك شيرنج احنا هنا استخدمنا احنا كجروب استخدمنا ثلاث برامج بحيث ان احنا نعرف نعمل شير للشغل بتاعنا ويبقى كل الستيك هولدرز اللي موجودين معانا في المشروع على درايه وشايفين الشغل بتاعنا من غير طبعا ما نضطر نحمل الشغل على فلاشه ونروح نديهم الشغل على الفلاشه ويبصوا عليه وكده. لا بيبقى الشغل كله اونلاين. استخدمنا برنامج زي السلاك. البرنامج ده بيبقى عباره عن زي كده برنامج كده بنطلع فيه كلنا اونلاين طبعا بنشير فيه بقى الشغل بتاعنا لو اي حد مثلا عنده ايشوز او حاجه بيسال فيها لو حد مثلا مش عارف يعمل حاجه معينه بيسال فيها بنتبادل فيه معلومات وطبعا اي حد بيبقى ناقصه حاجه بنزودها. استخدمنا برنامج برضو زي جوجل درايف. الجوجل درايف ده استخدمناه بحيث ان احنا لو حد مثلا عمل اضافه او مثلا عمل فيديو اللي هو شرح فيها حاجه بحيث ان باقي التيم كله يستفيد منها بيعمل الفيديو ده وبيحطه على جوجل درايف. لو مثلا في فايلز مثلا ناقصه زي اللوح ال 2D او الحاجات اللي زي كده برضو بنحطها علشان اي حد ينزلها. لو حد مثلا عمل كرييت لفاميلي برضو بيرفعها على جوجل درايف وعشان التيم كله يستفيد منها. وبعد كده في الاخر جمعنا الشغل بتاعنا كله على البي اي ام 360. البي اي ام 360 ده بيبقى عباره عن سوفت وير ده بيبقى اهم حاجه موجوده في البي اي ام في العموم لانه عباره عن سايت بيتم رفع عليه الموديل بالكامل. يعني زي ما احنا شايفين كده احنا عاملين الموديل بتاعنا مسمينه اللي هو ميد تاون كوندو وبيبقى موجود عليه كل الفايلز بدايه من الموديل المعماري الموديل الانشائي بيلدينج اي بيلدينج بي بيبقى برده موجود عليه الفاميليز اللي اتكريتد تمام. بيظهر عليه كل المشروع بكل الشغل في نفس الوقت بمجرد لما حد مثلا فينا لو احنا مثلا كنا سبعه شغالين على الفايل ده مجرد مثلا واحد لما يخلص الشغل بتاعه بيعمل حاجه اسمها سينكرونايز بيدي ابروفل للشخص الثاني ان هو يشوف الشغل بتاعه ويكمل عليه وهكذا لغايه ما وصلنا ان احنا بدانا نعمل كونفرت للوح ال 2 دي ونخليها زي ما احنا شايفين از موديلنج 3 دي سواء ستراكشر او معماري. طبعا احنا هنا استلمنا اللوح من باشمهندس معتز. طبعا زي ما احنا شايفين اللوح كان اللي احنا استلمناها كان فيها تفاصيل انشائيه كتيره جدا وكان فيها اختلافات كتير جدا فوق اختلافات في السمك بتاع البلاطه. زي ما احنا شايفين البلاطه كانت بتبقى على الاطراف بيبقى سمكها اكبر من البلاطه اللي هي الاوريدي العاديه. وطبعا بدا كل واحد استلم بلان ويعني استلم دور وبدا ان هو يشتغل عليه وبدا ان هو يخلصه بحيث ان احنا خلصنا الموديل ده تقريبا في حدود من 4 لـ 5 ايام. خلصنا الموديل بالكامل من اول البيزمنت لغايه الروف. وبعد كده دخلنا بقى عملنا شويه في برده في فاميليز بتبقى جديده زي مثلا ده يعني زي ما انتم شايفين ده انتيريور تشيك من السلم اللي هو اللي موجود في المنشأ. طبعا احنا هنا السلم في عندنا سلم قلبتين وفي سلم برده 3 قلبات. في برده من ضمن الفاميليز اللي موجوده عندنا اللي هو زي ما انتم شايفين ده اللي هو البلاطه. هنا البلاطه برده السمك بتاعها متغير زي ما احنا قايلين في الفرونت بتاعه المبنى وبرده الباك سايد بتاع المبنى. عندنا برده هنا الكور ده الكور بتاع الاسانسير كان هو جاي لنا اد ديزاين احنا عملنا له بس الفاميليز بتاعته وعملنا له موديلنج. وزي ما احنا شايفين برده تحت على اليمين ده اللي هو الشكل البلاطه بتبقى على الكورنرز بيبقى فيها زي اوبننجز كده تفريغات ده بيبقى شكل معماري اكتر من كونه انشاء. بدانا بقى نعمل نطلع لوح شوب دروينج تمام وهيكلمنا على لوح الشوب دروينج الباشمهندس احمد كمال. اتفضل يا باشمهندس.
باشمهندس احمد كمال معانا. صوت واضح؟ اسامينا باشمهندس اتفضل. بالنسبه لمرحله شوب دروينج، احنا بعد ما حطينا اللوح من على الكاد وصدرناه للريفت وعملنا موديل للمبنى، قدرنا بكل سهوله نطلع اللوح التنفيذيه من برنامج ريفت، مجرد ما حطينا بس الابعاد على كل لوحه بحيث تكون جاهزه لمرحله التنفيذ. مستر ريفت في الحاجات المعقده ان انت ممكن تطلع لها 3D شكل التصميم بتاعها، بحيث توفر وقت على العمال من وقت التخيل، وقت الشرح كمان في الموقع الشكل التنفيذي، وده بيوفر وقت استهلاك المواد بحيث ما نقدرش اللي هو تصحيح الاخطاء، ما يحصلش اخطاء كتير فيستهلك مواد كتير. وفي الحاله دي وفرنا مجهود برضو، وان انت بدل ما ترسم كل تفصيله من اول وجديد، مجرد ما تحدد مكان القطاع بيظهر لك شكل التفصيله اللي انت حددتها او انت رسمتها في الموديل 3D. في اللوح طلعنا مراحل مختلفه زي بيار تجميع الميه ومدخل السلم وتفاصيل لكل عنصر انشائي، ليه تفاصيل معقده يعني، بقت اسهل في وجود الموديل 3D وجود اللوح 2D المفصله للتنفيذ. بعدين دخلنا لمرحله الشوب دروينج باستخدام برنامج SSD. بس احنا كان عندنا تفاصيل نمطيه حددت من خلال مرحله التصميم، استخدمناها وعملنا منها تفصيله لكل عنصر او بعض العناصر الانشائيه في المنشأ. وفي مرحله ثانيه في اليونت 1 كنا عملنا للحديد بطريق برنامج ريفت. مثل البرنامج ريفت ان عن برنامج الاس دي انه اسرع واسهل في اكتشاف الاخطاء، وان انت تقدر تصححها، وان في حصر افضل لانه بيديك صوره مفصله 3D لشكل الحديد ومكان الوصلات، بحيث لو في اخطاء معينه تقدر تكتشفها. بعد صعوبه بس الريفت في مرحله الشوب دروينج ان هي كان محتاجه اكستنشن اضافي هو برنامج سفستيك، كان واجهتنا مشاكل كتير عشان تقدر تطلع اللوحه التنفيذيه اللي تقدر توديها الموقع، لكن الحمد لله قدرنا نتغلب على المشاكل وعرفنا نشغل برنامج الاس دي وطلعنا منه لوح تفاصيل انشائيه تقدر تتنفذ في الموقع على طول. نخش في مرحله بعد كده دخلنا في مرحله الفور دي اللي هي بدانا عن طريق كوانت سيرفي، عملنا حصرنا الكميات الموديل كله، وباستخدام الكميات دي ومعدلات الاداء عملنا جدول زمني برنامج البرمافيرا، بحيث عملنا لكل نشاط وقته وحملنا على كل نشاط التكلفه بتاعته. بعد ما حملنا على كل نشاط التكلفه بتاعته ادينا لكل عنصر الاي دي بتاعه، بحيث دخلنا على برنامج الريفت حملنا على كل عنصر الاي دي بتاعه اللي هو حددناه في برنامج البرمافيرا. بعد ما دخلنا برنامج الريفت دلوقتي دخلنا الجدول الزمني بالاي دي على برنامج نافيز وورك، بحيث نعمل سيميوليشن او فيديو سيميوليشن للمراحل المشروع المختلفه، وكل مرحله من المشروع دي هيبقى تكلفه المشروع وشكل المشروع في المرحله الزمنيه دي هيبقى عامل ازاي، وهيعرض لنا فيديو عمر ابو النجا هيعرض لنا فيديو عن 4D و5D سيميوليشن. ده فيديو للسيميوليشن بتاع الفور دي، هو بيبدا تنفيذه بيبقى عندنا الجزء الخاص بالمبنى بيبدا يطلع اوتوميتنج، لان انا اوريدي مدخل الابعاد بتاعتي ومدخل الكميات بتاعتي ومدخل الجدول الزمني ومدخل الموديلنج بتاعي، واقدر في اي وقت ان انا ابوس كده الفيديو بتاعي وابدا اشوف انا في الاسبوع الكام وعدى كام يوم وعدى قد ايه في المية من المشروع، وببدا اقارن ده في الواقع اللي بيتنفذ قدامي بناء على الاكشوال والجزء الخاص اللي بيتم تنفيذه في الموقع، الجزء اللي بيتم تنفيذه از اكشوال او از ايديال يعني. زي ما احنا شايفين في اوفرلابنج في عمليه التنفيذ بين الجزء الخاص بالانشائي والجزء الخاص بالمعماري. نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا، ومعانا باشمهندس حسام هيكلمنا اكتر على الجزء الخاص بالكلاش ديكشن، وازاي انا ببدا اطلع مرحله الكلاشز ديت عشان ادخل الموقع بتاعي وانا زيرو كلاش. تمام،
فضل باشمهندس حسام. السلام عليكم. انا باشمهندس حسام عيد. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن الكلاش ديتكشن. دي تعتبر من الحاجه اللي انا شايفها مهمه جدا ومفيده جدا في شغل البيم بتاعنا. دلوقتي لو جينا للشغل اللي بيحصل في الواقع ان او شغل التقليد اللي بيحصل من لحد دلوقتي ما انتشر، يعني ما تعدلش بنسبه كبيره، ان لوح الكاد بعد ما بتترسم بيتم تطبقها على بعضها انشائيا ومعماريا وام اي بي. لو هنكتشف الخطا اللي موجود او الكلاش اللي موجود في لوح الكاد مش هنكتشفه بنسبه 100%. فبتيجي اللوحه تنزل الموقع تتنفذ، فبنلاقي ان في كلاشات كتير جدا موجوده في الموقع اثناء التنفيذ. محتاج ان انا افتح هول في كاميرا عشان اعدي بايب منها بصوره فاير او ضغط، فبرجع فهل هنا هيبقى مسموح لي ان انا افتح في البيم ديت ولا لا؟ فبضطر ان انا ارجع للاستشاري تاني عشان اخد كونفيرم منه. فهو لو قال لي مش مسموح بنرجع للام بي هو يعدل شغل. فطبعا كل ده كان بياخد وقت كبير جدا وبيعطل المشروع بتاعنا، وجدول الزمن بتاعه بيتغير طبقا للعطله اللي حصلت. فمن هنا بقى ظهرت ان الكلاش ديكشن اللي حصل عندنا، احنا بعد ما بنخلص الموديلات بتاعتنا اصبح اللي احنا عندنا كذا موديل: موديل انشائي وموديل معماري وموديل ميكانيكا وموديل كهرباء. بنبدا ان احنا نجمع الفور موديلز دولت على بعض، ونبدا ان احنا من النفس ورك بنبدا ان احنا نطلع ريبورتات بالكلاش اللي موجوده. بنطلع ريبورتات بين كل حاجتين موجودين، بين اي حاجه في الانشائي واي حاجه من المعماري واي حاجه اي حاجه في الاربع مودلز دول. بنبدا ان احنا نطلع فيهم اي كلاشات. في السلايد اللي قدامنا احنا مطلعين كلاش بين البيمز وبين البايبس، طالع معانا 84 كلاش. بدانا ان احنا نخش نحل الكلاشات دي، بنخش على فايل ريفت، بنبدا ان احنا نعمل سيرش بالاي دي بتاع البيم او البايب، ونبدا اللي هو يطلعه لنا ونبدا ان احنا نحل. في السلايد ديت احنا عندنا هنا مثلا في بايب داخله في سلاب، طبعا ده حاجه مش مسموحه، فبنضطر ان احنا نعدل البايب نفسها، نطول اللينس بتاعها. هنا مثلا في الصوره اللي تحتها في كذا بايب، حوالي بتاع 9 بايبس داخلين في بيب، وده انشائيا مش مسموح بيه، فبنضطر ان احنا الام بي بيعدل شغله وبينزل البايبس يمشيها تحت البيب. نيكست. هنا برضو ده كانت موديل، دي كانت مشكله ثانيه برضو بدانا ان احنا نحلها، بان احنا ننزل البايبس كلها نخليها تمشي من تحت البيم. ومعانا برضو فيديو بيوضح ازاي اللي احنا بنحل الكلاش دوت. اعيدونا يا باشمهندس بعد اذنك. معلش احنا بنعتذر ان الفيديوز مش محطوطه في قلب الباوربوينت، لان هي من الصور اللي موجوده فيها، فهي مخليها البرزنتيشن تقيله. هنا بعد ما بنطلع الكلاش ده ريبورت اللي بيطلع من النيفس ورك، بيطلع لنا البيم، بيطلع لنا ان هي موجوده بين كذا وكذا، بيطلع لنا الاي دي بتاع البيم والاي بي والاي دي بتاع البايب نفسها. ببدا ان انا اسيرش بيهم في ريفت، ببدا ان انا بقى احل فيهم، بعمل لهم سيكشن بوكس لوحدهم، وببدا ان انا احل المشكله اللي موجوده منهم. طبعا دوت هيوفر عليا مشاكل في الموقع. بعد كده هعمل لوح شوب درونج، هنزل الموقع لوح تنفيذيه جديده تقريبا زيرو كلاش. هبدا ان انا الحصر الكميات اللي انا عامله، هبدا ان انا اعدله، الحصر عندي هيقل لان المشاكل اللي كانت عندي انا قللتها، بالتالي الكوست بتاع المشروع هيقل حتى لو بنسبه بسيطه. بس لو جينا نتكلم عن مشروع كبير زي العاصمه الاداريه، لو جينا جمعنا تكلفه الكلاشات اللي هتحصل او اللي هنوفرها في الموديل كل في المنشا كله او في المدينه كلها اللي بتتعمل، هنلاقي ان الكوست اللي بتتعمل اللي هتوفرها لنا كبيره جدا. بعد كده هنتكلم عن ال 6 دي والسستينابيلتي. لو جينا نشوف رؤيه مصر 2030 واهميتها بالسستينابيلتي وتوفير الطاقه والاستفاده من الموارد بشكل امثل للاجيال القادمه. نكست. بدانا هنا اللي احنا نطبق دوت على الموديل بتاعنا، وبدانا اللي احنا نهتم وندخل في الموديل بتاعنا جزء السستينابيلتي. اول حاجه احنا بنعملها بنبدا اللي احنا نعرف الموديل بتاعنا، بنعرفه اللوكيشن بتاعه، بنعرفه انفورميشن كالنيم بتاعه، الاوثرز المسؤول عنه، كاللوكيشن بتاعه عشان يحدد لنا اتجاهات الشمس والحراره اللي موجوده في درجه حراره الموجوده في المكان دوت.
بنبدا بعد كده اللي احنا نعرف السبيس اللي موجوده في كل بلان نكست. بنبدا بعد كده اللي احنا نعمل كالكوليت للموديل بتاعنا عشان يحسب الهيتنج والكولينج لود اللي موجوده في الموديل بتاعنا. بعد كده بنطلع ريبورت باللودز دي كلها، بيطلع لنا الريبورت ده كان حوالي بتاع 870 صفحه، لان السبيس اللي كانت موجوده عندنا كانت كتير جدا. بيبقى موجود فيه الار فاليو واليو فاليو. طبقا لكل دولت بيحدد لنا هل الماتيريال اللي احنا حاطينها في الموديل ديت هل هي كويسه ولا محتاج ان هي تتعدل ولا محتاج ان انا اغيرها. بعد كده بنبدا اللي احنا نعمل انرجي موديل، بنبدا اللي احنا نعمل الكرييت موديل نفسه، الكرييت انرجي موديل نفسه بنعمل له اوبتمايزيشن بيترفع على بيم 360 انسايت. بنبدا اللي احنا نخش البيم 360 ده بيظهر عندنا الشكل هو معمول الموديل بتاعنا هو معمول له كرييت. بنبدا بعد كده البيم 360 انسايت بيدينا اقتراحات كماتيريال، هل الماتيريال ديت الماتيريال لو انا استخدمتها هل هي هتوفر لنا في الطاقه ولا لا. مثلا لو انا كبرت الازاز اللي عندي بيتحكم في قدره يعني كميه الطاقه اللي هتبقى داخله في والدي لايت اللي هتبقى داخله في الموديل بتاعي. لو استخدمت جلاس دبل الجلاس دوت هيأثر في كميه الحراره والطاقه اللي داخله ولا لا. بالتالي هو ده كل ده هيوفر لنا الطاقه اللي موجوده عندنا في الموديل. بعد كده بنستخدم بالجرين بيلدنج ستوديو بنطلع منه الووتر يوسج والكوست بتاعتها في الموديل ده بالتوفير بتاعها. الدي لايت والروتيشن بتاع الموديل بنقدر اللي احنا لو الموديل في الوضع الطبيعي بتاعه كالصوره اللي فوق مثلا وبنحدد اتجاه الشمس زي المنطقه موجوده بيبقى كميه الطاقه اللي داخله الموديل اكبر. طب لو بدانا نلف الموديل دوت باتجاهات معينه او هل الشمس هتبقى لما هتخش يعني اتجاه الموديل في المكان دوت هل هيبقى كويس عشان الهيت اللي داخله الموديل ولا لا. نكست. هيكلمنا عن الجولز بقى باشمهندس عمر. زي ما باشمهندس حسام اتكلم على ان احنا كنا يهمنا ان احنا ناخد بالنا واعتبراتنا سواء رؤيه مصر 2030 اللي هي بتهدف وبتنظر ان احنا لازم ان احنا يبقى فيه رينيوبل للانرجي المستخدمه وما يبقاش فيه ويست ماتيريال علشان الاجيال القادمه، وده كان احنا كنا حاطينه باعتبراتنا واحنا بننتست الماتيريال اللي بنستخدم عشان زي ما باشمهندس حسام اتكلم عن الار فاليو واليو فاليو، هل الماتيريال بتمتص ولا بتطلب الحراره وهكذا. برضه اعتبر طبقنا تو جولز مهمين جدا في الليد كريتيريا في سستينبل ديفلوبمنت جولز، رول رقم 9 ورول رقم 11 اللي بيتكلموا اكتر عن سستينبل سيتيز والاندستريال انوفيشنز للانفراستراكشرز. نيجي للجزء انا بعد ما خلصنا الجزء الخاص بالسستينابيلتي والسكس دايمنشنز، الجزء الخاص بالدايناميك والفيجوال بروجرامنج لانجويج. زي ما باشمهندس عبد الرحمن ابو سعد في الاول خالص اتكلم عن الموديلنج وازاي هو الموديلنج بيوفر لي وقت، وبعد كده زي ما باشمهندس احمد كمال بعد كده اتكلم ان احنا نقدر ان انا اعمل قطاع اطلع كميه الحاجات المرسومه اوتوماتيك، انا مش برسم حاجه انا بس يا دوب بحط دايمنشنز. هبص الاقي ان انا طب انا ممكن اسرع عمليه الموديلنج نفسها، ممكن اسرع عمليه الموديلنج نفسها. يبقى انا بدل ما انا بسرع عمليه الدرافتنج انا ممكن اسرع عمليه الموديلنج كمان، بحيث ان انا اعمل اي حاجه جاست باي كليك. ان انا بنتعب يعني هي ورك هارد وان تايم بس ايه يعني في ريليف بقى بقيه الوقت. انت بقيت طول حياتك انت بس بتطبق السكريبت طبعا باختلاف الكيسز، لكن بتبقى اغلب الكيسز متشابهه في نفس الحاجه. اذا ان احنا نعمل سكريبت يخص ان انا اقدر اعمل كولومز فروم اوتوكاد، انا معايا لوحه الاوتوكاد موجوده سواء العمود بتاعي هوريزونتال او فيرتيكال، انا جاست لو ادوس ران اقدر احدد هنا بس اللاير اللي الكولومز معموله على الكاد فيها اسمها ايه. مثلا هنا اسمها الداينامو كولوم، انا مسميها داينامو كولوم عشان ريليت ليها يعني. هنا اختار الليفل البيز ليفل بتاعه هيبقى ليفل ايه، اختار الفاميلي اللي هتبقى كاريت منها بارتس مختلفه وبس كده. هو بيبدا يكاريت الفاميليز كلها، يبدا يحط الابعاد كلها، يبدا يكريت الكولومز. وطبعا ده جزء من السكريبت اللي اتعمل، طبعا خد وقت كبير جدا بس النتيجه ان انا بدل ما يبقى عندي مبنى 200 كولوم انا جاست وان كليك هيبقوا 5 دقائق الكولومز يتحطوا كلها، واقل نسبه اخطاء لان انا بتعامل مع ديجيتس. فكره التعامل بالبرمجه ان انا بتعامل مع ديجيتس وارقام، انا بيبقى فكره الاخطاء فيها مستحيل على ان انا احط مانوال بايدي. فهي دي بتبقى الفكره ان انا بطلع مور ديتيلد، ان انا مش هبقى احنا محتاج ان انا اعمل اونلاين بعد كده والحاجات دي كده. قدرنا برضو ان احنا
اكبر مشكله بتقابلنا ان احنا التكسيس بتاع الاعمده ده بياخد وقت كبير جدا. زي ما قلنا لو عندنا مشروع كبير جدا زي المشروع بتاعنا وفي مشاريع كبيره جدا اكبر المشروع بتاعنا، انا بسهوله جدا بسكريبت ادوس ران كل التكسيس بتاع الاعمده لاقرب كل الاقرب اكس، وبرضو الاكساب بتاعه الاعمده الابعاد الاعمده نفسها والتاج بتاع العمود انا حسب اتحكم ايه اللي اتكتب في التاج برضو من خلال ايه السكريبت. وفي فيديوهات برضو توضح الكلام ده برضو، ان انا اعمل كولوم ريفورسمنت للاعمده كلها. يعني بعد ما كريت الاعمده بالسكريبت داينامو اقدر بسهوله ان انا احط تسليح بتاعها بشويه داتا انا بدخلها انا كيوزر مش بنثبتها، لان هي مختلفه من مشروع لمشروع. زي مسافه اس 1 اللي هي مسافه تكثيف الكنات، ال 1 اللي هي مسافه يعني قصدي هنا المسافه من كل كنه وكنه يعني، ودي مسافه تكثيف هل هو توب كولوم ولا لا، لان لو توب كولوم بيبقى الحديد بينام جوه البلاطه نفسها، لو مش توب كولوم بيبقى بيطلع باشاره ستيم فاي او على حسب الكود اللي بيتم توضيحه فيها. فدي دي ليها جزء وليها جزء انا عاملها ترو فولس، يعني بتبقى كل حاجه بتبدا تطلع جزء خاص بي اللي انا عايزه، يعني ببدا اختار والله لا هي فولس يبقى مش هيعتبر توب كولوم ويزود اشاره، لو مش لو عملتها ترو يبقى هيعتبر ان ده توب كولوم ويعتبر ده توب كولوم ويبدا انه ينيمها في البلاطه بطول انا مديهوله ثابت، يعني اللي هو الطول اللي انا اهو توب ال شيب ليج لينس والكفر بتاع قد ايه والبارتيشن بتاع كولومز. يفضل دايما وانت حتى تعمل موديلنج انك تحط بارتيشنز للحاجات اللي بتكريتها عشان في الحصر بقى تسهل لك موضوع الحصر تبقى اسهل بكتير. عملنا واحد برضو بيصلح القواعد الايزوليتد، ده الابديت بتاعه لحد دلوقتي، ان انا وعاملين مقارنه بين ان انا اصلح بالريفت العادي المانوال والريفت الداينامو والاستراكشر ديتيلنج اللي هو الاي اس دي. طبعا ده اقل واحد خد فيهم وقت ووريكم في فيديوهات هنوريها سريعه الجزء الخاص بال الداينامو فيديوز. اول فيديو بتاع الاديتيلد ده الصراحه يعني اكتر واحد عجبني او اكتر واحد خد مجهود، ان احنا لما نيجي نشوف ان انا لو هاجي كاريت بالطريقه العاديه عشان اجيب مسافات بين التكسيس الاعمده، يعني كل ده انا خدت مثلا بتاع 10 ثواني في عمود 10 ثواني تانيين في عمود تاني وممكن الاقي امسك لاين مختلف، لا ده انا الابعاد اتغيرت، هياخد وقت كبير جدا في الحجم الحاجات دي كلها بحجم الاعمده اللي كلها. عملنا سكريبت هو بسيط هو مش صعب ولا حاجه بس خد وقت شويه، يدوب ان انا هدوس ران اللي تحت ديت هنلاحظ انه يعني في خلال ثواني قليله جدا كل الاكسات كلها اتعملت، كل حاجه اتعملت، التاجز كلها اتحطت، الشورت كولوم السكريبت ده مستو بيتعامل على الاعمده الفيرتيكال والاعمده الهوريزونتال والاعمده الدايره، لكن الاعمده المايله ما حبيتش ان انا احط لها حاجه ثابته لان بتختلف من مكتب لمكتب، غالبا بيبقى كل استشاري بيحب يطلع الحاجات المايله دي بطريقه، واحد بيمسك من عند السن واحد بيمسك من الزيرو، ف يعني وغالبا ما بتبقاش كتيره زي الاعمده العاديه او ريجولر، فبالتالي بتبقى ألطف ان هي تبقى ما تبقاش عامه بشكل كبير. ان انا برضو كولوم ريفورسمنت بتاعي ان انا بيبقى عندي مثلا كميه اعمده بدخل هنا وانا بكريت الفاميلي بدخل البارز اللي انا عايزها على اللونج في اتجاه مثلا في اتجاه بي واتجاه اللي هو الثاني اللي اتش العمودي عليه، انا بدخل الثابت بتاعي مثلا عدد اسياخ معينه دي الداتا دي خد بالك انا مش بنملاها مانوال برضو بتتملى عن طريق فيلد بارامتر برضو سكريبت داينامو بس انا مش حاطه في الفيديوهات ما صورتوش فيديو الحقيقه وانا بعمله، بس برضو بيبقى فيلد بارامتر عن طريق ان انا بيملى الداتا ديت عن طريق برضو الديزاينر بيبقى مطلع الداتا دي كلها في اكسل او بيطلعها على اوتوكاد، انا بالليست اوتوكاد اقدر احطها الاكسل وابدا اعمل لها امبورت على الفاميليز بتاعتي وهو بيكاري الفاميلي اوريدي بيكاري الحاجات دي كلها، اول ما اتحط هنا انا مخليه يقرا في الداينامو الداتا اللي موجوده هنا عشان يبدا يحط الاسياخ او الحديد على اساسها. زي ما اتفقنا الجزء الخاص بيه الاوتوكاد ده بيبقى طالع عادي الديزاينر حاطه انا اوريدي بحوله بالليست على الاكسل وبعد كده هو بيخليه يقراه، بدخل الانبوت بتاعتي هل هو توب كولوم لا انا مثلا مش همسك التوب كولوم بتاعتي هبدا سيلكت على الحاجات بتاعتي وادوس فينش اللي كانت فوق من شويه في دقائق قليله جدا، يعني انت بتتكلم في اعمده كبيره جدا كتيره جدا، يعني انت اعمده مش فاكر كام عمود الصراحه كانوا كام بس كانوا عدد كبير، الاعمده كلها كانت اتسلحت دلوقتي. وهنخش على نبدا التوب كولوم هدوس هنا توب وابدا ادخل الداتا بتاعتي برده اللي انا عايزها تبقى قد ايه تمام في التنام بلاطه على حسب الطول انا ببقى مدخله هنا، يبدا برضو انه يبدا يسلح لي المبنى كله. انا اسرع الفيديو عشان بس الوقت بتاعنا، ببدا اتشيك عادي على الحاجات اللي طالعه هنا ال100 مسافه ال100 اللي انا كنت بدخلها 100 هيت
هنلاحظ ان ده هي 1000 هي المسافه اللي هي مسافه التوزيع، فكل الداتا اوريدي بتبقى جاهزه وبتبقى طالعه ديتيلد جدا. في الجزء الخاص بالفوتنج هنا عملت مقارنه بان احنا بنسلح بقعده عن طريق الاستراكشر ديتيلنج، بتاخد وقت يمكن تاخد وقت شويه، انا ببدا برسم قطاع وبعد كده ابدا اسلح فيه وبعد كده ادخل انبوتس بتاعتي السبيسنج وابدا اطلع التاجز بتاعتي. يمكن دي كانت اكتر واحده خدت وقت فيهم. زي ما احنا شايفين بنبدا برضو نرسم قطاع، بنبدا نرسم السيخ نفسه مانوال بايدينا جوه الكروس سكشن. في الريفت يمكن اسرع شويه، ان انا بيبقى بحط اللاينز على طول وابدا اعدل فيها كاري شيب، ان انا بحط اللاين وابدا اعدل فيها وابدا احط السبيسنج بتاعتي واحط الماكسيمم سبيسنج بتاعتي او احط العدد على طول، وبعد كده اخد قطاع في الاتجاه الثاني وانزل اعمل نفس الكلام في اللي عملته في الاولاني بالظبط. بعد الايديتنج انا اشتغل براحتي وبعد كده ابدا احط الاسياخ بتاعتي واديها برده السبيسنج بتاعتي والماكسيمم سبيسنج بتاعتي، وبعد كده بالفيجوال جرافيكس ابدا انزل الحديد بتاعي. طبعا بالداينامو انا بدخل له هو 3 انبوتس بس، الكفر بتاعي قد ايه، البارتيشن، وبدخل الفاميلي نيم بتاعي، وبسكريبت بدوس 1 كليك. بعد ما ادخل الكفر والحاجات دي كلها ابدا ادوس كليك خلاص اتسلح. ببقى ادخل في اعتباري طبعا حاجات تبع الكود المصري زي الطول الرجل تبقى قد ايه او الحاجات دي كلها، دي ممكن تتغير عادي جوه السكريبت. فانا بتكلم في دقائق قليله جدا اوريدي كان القعده كانت متسلحه، وطبعا الكلام ده يطبق زي ما طبق على قعده واحده يطبق على اكتر من قعده. لو هنتكلم على الجزء الخاص بي ان انا اعمل كولوم في الاوتوكاد، انا بيبقى معايا لوحه الاوتوكاد ومعايا الداينامو كولوم او اللاير نيم اللي متكرته بالاوتوكاد، بدخل فاميلي وبدخل البيز ليفل بتاعي، وبيعمل اي عمود ايا كان هو فيرتي، ده عمود مثلا فيرتيكال، ده عمود هوريزونتال، هو بيقرا كل الاعمده، في عمود انكلاين برضو بيقراه، بس الشيل وول لا طبعا، يعني هو انا عامله على انه يقرا كولومز، يمكن ده لسه ما اتطورش انه يبدا يقرا الوولز، او يمكن يتعمل له سكريبت ثاني انه يقرا الوولز، دي ممكن نفكر فيها الفتره اللي جايه. زي ما احنا شايفين كل حاجه متكريته، كل الاسامي جوه متكريته، يعني نلاحظ ان كل حاجه انا فتحت الفايل امبورت كات، هو اوريدي كاريت السي 6 400 900، انا مدخل له ديباجه او يعني حاجه معينه انه ياخد رقم يزود عليه وياخد ابعاد اللي من اوتوكاد يبدا يحطها هنا اللي جايه من الاكسل، فبتبقى لفه طويله شويه كده، فبناء عليها قدرنا ان احنا نحقق التارجت دوت. يمكن ده اغلب الهيد لاينز اللي اتكلمنا عنها واللي احنا قدرنا نطبقها في المشروع بتاعنا، و بس دي ببساطه جدا احنا حاولنا ندخل تكنولوجيا جديده وحاولنا ان احنا نطبق فكر البيم على المشاريع بتاعتنا، ما يبقاش شغل مانوال كله، ما يبقاش شغل اوتوكاد درافتنج بس، ما يبقاش ان انا، وده طبعا بيزود فكره الخطا اللي بتحصل. انا زي ما باشمهندس احمد كمان في الاول ان انا باخد قطاع في اي مكان انا عايزه وانا مش بدرافت، فاحنا كده بنحاول نخلي المهندس انه مش بيبقى يقعد درافتنج على القطاعات ويبدا الاوريدي فكره انه عمل كرييتنج الموديل خلاص، يقدر باي سهوله زي ما باشمهندس احمد كمال في الاول اتكلم ياخد قطعه في اي مكان هو عايزه ويبدا يطلع له كل التفاصيل، سواء كونكريت ده كونكريت ديتيلز او رينفورسمنت ديتيلز على حسب لو انا مسلح او مش مسلح. فهي دي كانت الفكره، ان احنا بنكونسمشن الوقت او بنجري مع الوقت وبنسابق الوقت زي ما بيقولوا، وفكره الداينامو في الاخر دي برده وفرت لنا كتير جدا. بس شكرا، ده كان ملخص سريع للشغل اللي اتعمل الترم الثاني او السكند سمستر، وتحت اشراف دكتوره شيماء واستاذ دكتور حمدي عفيفي رئيس القسم، وباشمهندس معتز ايهاب، وباشمهندس محمد ابو الوفا، وباشمهندس محمد خالد. وشكرا. شكرا جزيلا يا باشمهندسين، بجد يعني قدمتوا ملخص للشغل اللي تعبتم فيه واجتهدتوا بصراحه ترم كامل، يعني ده ملخص سريع لكن كل حاجة بتاخد وقت ومجهود، وانتوا تعبتوا فعلا وكان في تعديلات وشغل كتير، وان شاء الله بداية مشوار وتقدم دايم يا رب. هنسمح بس بالأسئلة وبعد كده هحط لينك كده يا جماعة، يا ريت اللي حاضر يسجل لأي يعني ان شاء الله عشان يبقى في شهادات للحضور، وكمان لو في اي اضافه او حاجه ممكن تسالوا فيها المجموعه بعد كده، او اضافه لي في الخطوات اللي جايه ان شاء الله ليهم. دكتوره شيماء طبعا شكرا للطلبه، بس انا حابب ازود حاجه اخيره يعني قبل ما الناس تسال، خصوصا لو في طلبه معانا بسمعه البرزنتيشن وشافت الناس عملت ايه.
وعموما اي حتى لو مهندس صغير لسه متخرج، يمكن لو في ناس خبره مش حاضره معانا هيبقوا فاهمين الكلام ده. البيم هي تول او تولز كتير وهي بروسيس. الاهم من كل ده هو التكنيكال، ان انت تبقى فاهم شغلك كهندسه، سواء انت مهندس انشائي، ميكانيكا، كهرباء، معماري، لازم تبقى فاهم شغلك كويس قوي كتكنيكال. وده كان سبب قوي اللي خلانا نبقى جزء الشغل بتاعنا يبقى فيه جزء الديزاين. يعني الطلبه دي عملت المشروع ده بس عملت ديزاين ار سي ديزاين لمنشأ بالكامل. فاوعى تفتكر ان انا هطلع اشتغل بيم او ان انا هشتغل بيم ويبقى هو دي شغلتي. انت لازم تكون فاهم كويس قوي، لان الكلام ده احنا بنقابله في الشغل اليومين دول بالذات، بما ان الموضوع واخد ترند كبير. فناس كتير قوي بتعرف تشتغل ريفيت وبتعرف تشتغل على برامج، بس مش فاهمه هندسه، مش فاهمه تكنيكال، ازاي يحل مشكله، ازاي يقدر، هل انا اقدر افتح في الكاميرا دي ولا لا، هل دي حاجه تنفع اصلا ولا لا، لو قابلتك مشكله في الموديل دي المفروض بتبقى عامله ازاي. فانت مهندس، انت مش درافتر ولا موديلر، انت مهندس لازم تبقى فاهم فنياتك اهم من ادواتك. شكرا. طيب نستقبل الأسئلة. في أسئلة عند حضراتكم سواء على المشروع سواء في عامة، يعني في البيم عامة أو الجزء الإنشائي. باشمهندس عمر سليم معانا؟ طب يا جماعة لو حد عنده أي أسئلة بس رايز هاند. متميزين للدرجة ان مفيش اسئلة يا جماعة، انتوا شرحتوا شرح وافي الظاهر، فكله تمام. طيب على الشات في لينك، ممكن يا ريت تملوه الفورم دوت. كنت شاكرة جزيلا ليكم، وشكرا جدا للمحاضرة الجميلة ديت، وإن شاء الله تقدموا الأفضل كل مرة، الأفضل والجديد، ونتابع دايما مع بعض يا شباب. شكرا جزيلا. شكرا جدا على حضرتك يا دكتور. باشمهندسين ممكن حضراتكم تملأ الفورم؟
في حد لسه بيمنع الدكتور يا باشمهندسين؟ باشمهندسين في حد لسه بيملى الفرن؟